تقع أوزبكستان وسط آسيا الوسطى، وقد شهدت أحداثاً كثيرة عبر التاريخ وأساطير عدة. إنها بقعة فسيحة تضم صحارى وواحات وقصوراً كتلك التي يحكى عنها في قصص ألف ليلة وليلة. منذ العصور الوسطى أطلق على مدينة سمرقند الواقعة على طريق الحرير لقب لؤلؤة العالم الإسلامي، وكانت هذه المدينة منارة للمعرفة والحضارة وملتقاً لأعظم المفكرين وأفضل الحرفيين، واشتهرت برخائها واستقلاليتها، فكانت محطة يتوقف فيها المسافرون بعد عناء السفر. لقد اختار الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف هذه البوتقة الفكرية والفنية لتتمحور فيها أحداث رواية سمرقند التي نشرت في العام 1988، ويروي فيها الكاتب سيرة عمر الخيام في سمرقند. والخيام هو أشهر عالم وشاعر فارسي في القرن الحادي عشر. لم تظهر سمرقند في قلم أمين معلوف الذي جمع بين الواقع والخيال، مدينة ساحرة وأخاذة وخاطفة للألباب فحسب، بل اعتبرها البعض من نسج خيال المؤلف، والسبب هو أنه لم يمكث فيها إلا أسبوعاً واحداً، لكنه نجح في نقل ألوان سمرقند وروائحها في أحياء روعة مدينة لا تزال تجمع حتى اليوم بين حضارات مختلفة وتتقبلها. وما إن خرج من الديوان حتى خاض في أضيق أزقة السوق، ومشى ملتوياً بين الناس والبهائم، وتقدم تحت قباب الجص بين أكوام التوابل، كأن التجار والمنادين ممثلون مقنعون أو راقصون. بدأت أحداث رواية أمين معلوف في سوق شياب الكبير، وهو قلب سمرقند التاريخي، وتعد هذه السوق الرئة التي تتنفس من خلالها المدينة القديمة، إذ تعقد فيها جميع اللقاءات والتبادلات. وبالرغم من التحولات التي طرأت على السوق خلال فترة الحكم السوفيتي، تذكرنا الأجواء السائدة هنا على الفور بالشرق. نجد هنا أنواع خبز مختلفة وعشرات الأنواع من الفواكه المجففة مثل الفستق والزبيب واللوز والمشمش. تشوى نوات هذه الفاكهة على الجمر ويؤكل ما في داخلها، الطعم لذيذ جداً. تقع سوق سمرقند على مقربة من مسجد بيبي خانم الكبير، وقد ذاع صيتها خارج المدينة. لهذه السوق طابع عالمي، لهذا يقصدها أناس من جميع أنحاء أوزباكستان، مثلاً من العاصمة تشقند بالطبع، ومن بخارى أيضاً، وحتى من منطقة خوارزم التي تقع في أقصى الجزء الغربي من البلد. وخارج السوق تتميز المدينة بحسن الضيافة التي كان مصدر إلهام لأمين معلوف. يمكن لأي شخص مقيماً كان أم أجنبياً أن يرتوي من إحدى النوافير العامة العديدة في هذه الواحة الواسعة. وفي ممر الحبالين المقنطر توقف بغال قرب بركة، وجعل الماء ينساب في جوف راحتيه المضمومتين، وإذ ارتوى فقد مسح براحتيه المبللتين وجهه وغمغم بالشكر. في الزمن الذي تتمحور حوله أحداث الرواية، أي في القرن الحادي عشر، انتشرت في سمرقند أكثر من 2000 نافورة قدمت مياهها مجاناً، ولا نزال حتى اليوم نجد بعضاً منها. ويظل ما يعرف بالشاي خانة مكان التجمع الأول بلا منازع، كالذي يقع مقابل ريجستان، أي ساحة سمرقند الأساسية. ونجد دائماً شاي خانة وسط كل حي، ومعنى هذا الاسم حرفياً هو بيت الشاي، وهو مكان للاسترخاء يلتقي فيه الناس ليتناقشوا في بعض الشؤون الحياتية. فهم لا يقصدون هذا المكان ليشربوا الشاي وليطفئوا ظمأهم فحسب، بل لأن الشاي يطلع بدور أساسي في إقامة روابط بينهم وتبادل الأحاديث. في الرواية أشار أمين معلوف المعروف باهتمامه الشديد بالتبادل بين الثقافات ونقل التقاليد إلى هذا المكان، حيث تتوقف عقارب الساعة عن الدوران، وحيث يستفيد المرء من كل برهة للعيش والتفكير والتبادل. تجري لعبة نرد حامية الوطيس على ضوء سراج داخل دكان، وقد رمي بالقطعتين
وتعالت لعنة وخنقت ضحكة. تنتشر عندنا عادة مهمة ورمزية جداً هي حفل الشاي. قبل وصول الإسلام، أي في عصر الزردشتية، اعتبرت المياه مقدسة، وبهدف تنقيتها قبل شربها كان يتم سكبها من وعاء معين وإعادتها إليه. ويقول أهلنا إنه في حال تمت هذه العملية 3 مرات تصبح المياه نقية. يعد هذا التقليد الذي لا يزال راسخاً حتى اليوم نموذجياً لسمرقند التي كتب عنها معلوف. فعلى مدى 2700 عام كانت هذه المدينة الأسطورية عبر التاريخ عاصمة لعشرات الإمبراطوريات المختلفة، وقد اختلطت فيها ثقافات لا تعد ولا تحصى، اقترضت الواحدة من ثقافة الأخرى. وأمام الشايخانة تظهر صروح ريجستان الضخمة التي تشكل أحد أكثر التجمعات المعمارية فخامة في آسيا الوسطى. وهب نسيم خفيف وأخذ الرمل يحوم والثياب تنفتح، واكتست الميدان غلالة غير حقيقية. كانت 3 صروح تنتصب حول ريجستان، 3 مجمعات ضخمة وأبراج وقباب وبوابات وأسوار عالية مزينة بالفسيفساء المنمنمة والزخارف المائجة بالذهب والفيروز. تحيط بميدان ريجستان 3 مدارس قرآنية بنيت بين القرنين 15 و17، وكانت مدينة سمرقند في العصور الوسطى التي كتب عنها معلوف منارة للمعرفة والحضارة على طريق القوافل، حيث كان يتم تدريس إسلام منفتح على العالم وعلى جميع الأفكار. لطالما تم تقبل الأديان المختلفة في سمرقند، فقد فهم السكان أنه من أجل القيام بالأعمال التجارية والتطور يجب تقبل جميع الثقافات والاختلافات، وبهذه الطريقة أصبح شعبنا ينعم بالازدهار. لقد تعلمنا الكثير من الأجانب الذين مروا بمدينتنا، وقد تعلموا هم أيضاً منا، ففي نهاية المطاف ساهمنا جميعاً في إثراء معارفنا. كتب معلوف في الرواية عن سمرقند في عصرها الذهبي الأول، أي بين القرنين 19 و11، وكان جمال هذه المدينة الأوزبكية المشع يشبه جمال فرساي في عهد لويس 14، بالرغم من أنها اتسمت ببعد ديني راسخ فيها. لا يزال الشباب والطلاب حتى اليوم يزورون ريجستان ليكتشفوا هذا المكان من الناحية الثقافية والدينية. فإذا أمعنت النظر في التصاميم الهندسية على واجهات المدارس الدينية وجدرانها، يتبين لك أنها في الواقع آيات من القرآن تجد المئات منها، ومن خلال قراءتها نغذي روحنا. وتحتوي هذه الواجهات على الحكمة التي تتميز بها سمرقند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في عصر عمر الخيام بطل الرواية، ارتبط الدين والحياة في المدينة بأواصر لا تنفك، وقد شكلت المدارس الدينية منبعاً للمعرفة. كانت سابقاً مدرسة أوليك بيك التي تم ترميمها مؤخراً مركزاً فكرياً وثقافياً استثنائياً. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منذ القرن 9 إلى القرن 15 شهدت الحضارة الإسلامية بلا أدنى شك ازدهاراً فنياً وفكرياً، ولم تكن سمرقند دائماً مركزاً للتجارة فحسب، بل عرفت أيضاً بأنها مركز للعلم والفكر. وقد جسد أمين معلوف بشكل خاص الفترة الممتدة بين القرنين 9 والـ10 في رواية سمرقند. وعلى غرار عمر الخيام الشاعر العبقري وبطل الرواية، كثيرون هم العلماء الذين مروا بسمرقند والذين تركوا بصماتهم في تاريخ العلوم، كالخوارزمي الذي اشتق اسم علم الخوارزميات من اسمه كما كان وراء تسمية علم الجبر، وابن سينا مؤلف القانون في الطب. وانتشر فكر كل هؤلاء العلماء المتألقين حتى بلغ أوروبا، وقد درسوا ودرسوا في المدارس الدينية كمدارس ريجستان. كان المعلمون وكذلك الطلاب يشغلون الغرف في الطابقين الأرضي والأول،
وقد أعطيت الدروس في محاريب كبيرة يمكن رؤيتها في الجدران، وكان المعلم والطلاب ينظمون أوقات الدروس بحسب أشعة الشمس. وما إن أغلقوا الباب حتى توجه إلى ركن من الديوان ورفع حاشية أحد البسط، ثم غطاء صندوق خشبي مكسو بالدمقص، واستخرج منه كتابا قدمه إلى عمر في حركة احتفالية. كانت جميع الكتب مخطوطات، وفي أغلب الأحيان كانت الكتب نفسها مزخرفة كأنها تحف فنية يتم نقلها من جيل إلى جيل، من المعلم إلى الطالب. رواية سمرقند هي بمثابة قصة كتاب، أي مجموعة من الرباعيات التي أعدها عمر الخيام، واعتبر الشاعر أن هذا الكتاب رائع، فقد عرض فيه فلسفة اغتنام اللحظة والمتعة. هذا كاغد صيني، أفضل ورق أنتجته معامل سمرقند على الإطلاق. لقد صنعه يهودي من حي ما تريد بناء على طلبي، تبعا لوصفة قديمة قوامها الكامل شجر التوت الأبيض، جسة إن له لنسغ الحرير نفسه. لا يزال هذا الورق الفريد من نوعه في العالم يصنع حتى يومنا هذا في قرية كونيجيل الصغيرة التي تقع على مشارف سمرقند وسط أشجار التوت التي تعود إلى قرون، ويتعارض الجو السائد في هذه القرية مع الحيوية التي تنطوي عليها المدينة. لقد بدأت الأعمال التي تمارس هنا منذ القرن الثامن في أولى مشاغل سمرقند. هذه هي مملكة البطء والدقة. منذ القرن الثاني عشر ظهرت الكتب المجلدة، ما أدى إلى نجاح ورق سمرقند، ففي الواقع بفضل ألياف لحاء التوت الممزوجة بالحرير يصبح هذا الورق رفيعاً وناعماً ومتيناً جداً أيضاً، لا يتمزق عندما يتصل بأوراق أخرى، فلا مثيل لجودة هذا الورق. وانطلاقاً من هنا أصبح ورق سمرقند مطلوباً للغاية، فقد قصد العلماء هذه المنطقة ليكونوا قريبين من مصنع الورق، لأن سعر المواد الأولية أرخص عندما تكون في متناول أيديهم. وذاع صيت ورق سمرقند حتى إنه كان يصنع للملوك والأمراء بإضافة بتلات الورد والحناء، نظراً إلى العطر اللطيف الذي يفوح، وكان هذا الورق باهظ الثمن. تعد هذه الأوراق الناعمة الأثر الملموس الأخير الذي بقي من سمرقند القديمة التي أظهر معلوف روعتها. فبعدما دمر المغول هذه المدينة الأوزبكية في العام 1220، أعيد بناؤها بعد 150 عاماً بفضل إرادة سكانها وعزمهم لتصمد على مر القرون. ولا تزال سمرقند اليوم وهي أجمل وجه أدارته الدنيا يوماً صوب الشمس، كما وصفها أمين معلوف تعرف كيف تستضيف بسخاء من يختارها محطة للتوقف فيها.